اهلا وسهلا بحضرتك. حذرت المنظمه العالميه للارصاد الجويه من تزايد احتماليات ارتفاع حراره كوكب الارض بمقدار 1.5 درجه مئويه بحلول عام 2026، وكمان اكدت المنظمه انه بالوصول لهذه الحراره ستصبح تاثيرات المناخ ضاره بشكل متزايد بالنسبه لكل الكائنات الحيه الموجوده على سطح الكره الارضيه. في الوقت الحالي العالم كله بيعيش اجواء اكثر سخونه منذ قبل، وبنشهد درجات حراره قياسيه وصلت في بلدان عديدة إلى حد الكوارث، ولكن هل الحر ده طبيعي وإيه أسبابه؟ وهل ممكن درجات الحرارة تزيد عن كده في السنين الجاية؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور ومنورنا. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، وأهلا بكل متابعي اليوم السابع. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. في البداية، هل مستويات الحرارة اللي بنعيشها في الوقت الحالي مستويات طبيعية؟ لا، بكل تأكيد اللي احنا بنشهده يعتبر موجة شديدة في الحرارة، درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية على كافة مناطق الجمهورية، بداية من السواحل الشمالية مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى جنوب الصعيد. كافة مناطق الجمهورية بتشهد درجات حرارة مرتفعة، علشان كده دايما بنقول اللي احنا فيه حاليا هي موجة شديدة الحرارة، وطالما موجة يعني هي دي مش دي المعدلات الطبيعية أبدا. طيب، هل حصلت قبل كده في الحقب الزمنية اللي بنعيشها موجة حرارة شديدة بهذا الشكل؟ يعني احنا عارفين في 2016 كان في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ولكن هل وصلت لهذه الدرجة اللي احنا بنشهدها في الوقت الحالي؟ يمكن اعلى درجة حرارة وصلنا لها او سجلناها على القاهرة خلال هذه الموجة الحالية كانت 39 درجة مئوية، ده لو اتكلمنا بالنسبة للقاهرة. طبعا مع ارتفاع كبير جدا وملحوظ في نسب الرطوبة بنشعر بها وكأنها 42 و43 درجة مئوية. وارد اننا على مدار السنوات الماضية نكون بالفعل خلال التوقيت ده من العام وصلنا لدرجات الحرارة دي، وصلنا للقيم دي على القاهرة. لكن اللي بيختلف في هذه الحالة الراهنة هو المدة أو مدة بقائها اللي استمرت فيها معنا، يعني تقريبا بالنسبة للتوقعات لحين انتهاء الموجة دي هنكون تمينا فيها حوالي 15 يوم أو أكثر. لا يوجد في السجلات موجة طالت بهذا الشكل على جمهورية مصر العربية من حيث المدة. أي موجة ارتفاع في درجات الحرارة على مصر بتكون في حدود اليومين الثلاثة أربع أيام على أقصى تقدير، بتبدأ بعدها تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية. لكن اللي بنشهده حاليا موجة الملاحظ فيها هو مسألة طول المدة بهذا الشكل، مدة طويلة، درجات حرارة مش بتنزل عن 37 درجة مئوية على القاهرة، 44 ل45 على جنوب الصعيد، السواحل الشمالية مش بتقل عن 35-34 درجة مئوية. طبعا دي درجات الحرارة المسجلة في الظل بالنسبة للكتل الهوائية الجافة مع نسب الرطوبة المرتفعة خلال التوقيت ده من العام، طبعا بنشعر بيها أعلى من كده بمعدل بيصل على بعض المناطق بخمس درجات. وارد إننا في فصل الربيع بنشهد درجات حرارة عالية بالفعل، لكن فصل الربيع دايما الكتل الهوائية اللي فيه بتكون جافة، الارتفاع أيضا بيكون يوم على الأكثر، يومين على أقصى تقدير، بعد كده بتعود الأجواء مرة أخرى. لكن ما نشهده الآن هو ده الأمر الغير طبيعي، ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال شهر 7 اللي بيشهد ذروة نسب الرطوبة، واستمرار وبقاء هذه الموجة لمدة تتجاوز الأسبوعين هو ده الجديد في الحالة الراهنة اللي احنا بنشوفها. طيب، الناس بتسأل ايه السبب؟ يعني احنا بنشوف درجات حرارة قياسية زي ما حضرتك بتقول وصلت على القاهرة في بعض الأحيان ل 39 درجة، وبعض المحافظات الأخرى تخطت ال 39 درجة، ايه سبب هذه الموجة الحارة وامتى هتنكسر بشكل كامل؟ الحقيقة الموجة الحارة اللي احنا بنشهدها حاليا دي بتأتي في سياق موجة شديدة الحرارة بتجتاح نصف الكرة الشمالي بالكامل. بنقول نصف الكرة الشمالي لأن التوقيت الحالي في نصف الكرة الجنوبي بيكون هو فصل الشتاء، وبالتالي نصف الكرة الشمالي وهو في فصل الصيف حاليا بيشهد بالفعل أعلى درجات حرارة، وتعتبر من أعنف الموجات فيه من حيث درجات الحرارة وارتفاعاتها. طبعا احنا كنا حذرنا من فترة قبل بداية فصل الصيف ومع بدايات فصل الصيف، لأن كل التوقعات بتثير أن الصيف هذا العام من الممكن أن يكون الأدفأ أو الأدخن، خاصة أن السجلات بتشير أن عام 2016 كان هو العام الأدفأ أو الأكثر دفئا على الإطلاق. طبعا عام 2016 صنف بكده لأن درجات الحرارة متوسط درجة الحرارة العالمية وصلت ل 16.8 درجة مئوية بارتفاع حوالي درجة و8 عن المعدلات الطبيعية. المعدلات الطبيعية لدرجة حرارة الأرض المفترض إنها 15 درجة مئوية قبل الثورة الصناعية،
بعد الثورة الصناعية وتفاقم مسألة التغيرات المناخية وغازات الاحتباس الحراري اللي بيحصل منها انبعاثات كثيرة إلى الغلاف الجوي، مع ظاهرة النينيو اللي كانت موجودة في 2016، العاملين دول مع بعض حتى المنظمة أطلقت عليهم الضربة المزدوجة. ضربة المزدوجة لها شقين، الشق الأول هو التغيرات المناخية، الشق الثاني ظاهرة النينيو المعروف إنها بتؤدي إلى الاحترار العالمي وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض. يمكن العام الماضي عام 2022 كان معدل ارتفاع درجات حرارة الأرض عن المعدلات العالمية كان بواحد وخمستاشر من مية فقط، ده طبعا يعتبر تبريد بالنسبة للسنوات السابقة. ده كان بسبب ان العام الماضي تحديدا عام 2022 كانت الظاهرة العكسية، وهي ظاهرة النينيا، ودي معروف انها ظاهرة التبريد، وبالتالي القيمة اللي كانت 1.15% ارتفاع في درجات حرارة سطح الأرض عن المعدلات العام الماضي كانت فقط بسبب مسألة التغيرات المناخية. العام الحالي عام 23 في ظل تفاقم أزمة التغيرات المناخية وازدياد كمية غازات الانبعاث والاحتباس الحراري مع نشاط ظاهرة النينيو اللي تم رصدها من قبل جميع الجهات المسؤولة عن رصد هذه الظاهرة، وبالتالي متوقع ان العام طبعا نكسر الحاجز او الرقم القياسي اللي كسره العالم في 2016. كمان السنوات القليلة الماضية لحد سنة 2027 وارد طبعا بنسبة تقترب من 100% كتنبؤ ان يكون الخمس اعوام دول هم الادفأ على الاطلاق. مسألة ظاهرة النينيو بكل تأكيد بتؤدي إلى تدخين في منطقة شرق ووسط المحيط الهادي من عند المنطقة الاستوائية، بيحصل تفاعل مع الغلاف الجوي في المنطقة دي، بيبدأ يحصل فيه أيضا ارتفاع في درجات الحرارة. الغلاف الجوي كله يعتبر قطعة واحدة، وبالتالي أي خلل فيه بيأثر على باقي مناطق العالم أو تحديدا نصف الكرة الشمالي، وده بالفعل اللي أثر على مصر وأثر على الدول العربية، بل بالفعل أثر على المنطقة المحيطة بينا كلها. طيب الناس تقدر تعمل إيه علشان يعني تحسن شوية من ارتفاع درجات الحرارة وما تتأثرش بشكل كبير؟ طبعا أبرز النصائح اللي بنوجهها للمواطنين خلال هذه الموجات شديدة الحرارة، يمكن في مصر تحديدا الحمد لله درجات الحرارة اللي بنوصل لها مقارنة بالدول المجاورة لينا طبعا احنا افضل حالة منهم بكثير، لكن بننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة قدر الامكان، اللي بيضطر انه يخرج يرتدي كاب او غطاء للرأس علشان منع لتعرضه لضربات الشمس. الاطفال طبعا بيمنع تعرضهم المباشر للشمس على كل حال، شرب كميات كبيرة من المية والسوائل طوال ساعات الليل والنهار، المحافظة على التواجد في اماكن جيدة التهوية. في بس يمكن الامر المهم او الكويس في هذا الموضوع انه ان شاء الله على نهايات الاسبوع الحالي يوم الجمعه وبدايه من السبت ممكن يحدث انخفاض طفيف في الموجه الحاليه في درجات الحراره بمعدل درجتين لثلاث درجات، هنعود للاجواء الصيفيه المعتاده في مصر، هنعود ان شاء الله لمعدلاتنا الطبيعيه في الاسبوع المقبل ان شاء الله. دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك استاذ. دي كل التفاصيل المتعلقه بالموجه الحاره اللي بتضرب العالم كله، وكل ايضا التفاصيل الخاصه بمدى استمراريه هذه الموجه خلال السنوات القليله الماضيه، وايضا المعلومه المهمه اللي قالها لنا دكتور محمود القياتي والمتعلقه بان احتماليه ان يوم السبت والجمعه المقبلين يشهدوا انخفاض طفيف في درجات الحراره لتعود الى معدلات الصيف الطبيعيه اللي بتشهدها مصر في هذا الوقت من العام. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى اللقاء. We'll be right back.